هو الموضوع كده. طب خليني بقى كمان اكمل بقى على الجزئيه اللي حضرتك بتقولها دي، ما بتتخضش من الهجوم مثلا اللي ممكن يبقى موجود من السوشيال ميديا من الجماهير النادي الاهلي تحديدا، او مثلا تبقى مبسوط قوي بانه جماهير النادي الزمالك محتفيه بيك النهارده مديانك مان اوف ذا ماتش؟ بس انا كهرباء اللي جابوا الجونين مش انا. اه مش انت. يعني جاوبني على السؤالين، على شقي ما السؤال. تتخضش او ما تقلقش، اه بفضل الله انا بتاع كوره، وبفضل الله متربي في بيت مخلي ضميري على طول حي، ومعليش سيديهات طول عمري، ما في حد اللي عندي حاجه الا الحق والاصول أي. وعادات وتقاليد بلدنا أي. وكل الكلام ده كله. انا النادي الاهلي كرمني سنه 99 على حمام سباحه النادي الاهلي في مدينه نصر بشهاده تقدير عندي في البيت من الراحل صالح سليم. كان معايا احمد ناجي حتى ساعتها وانا بستلمها، وكان عصام الحسن زميلنا العزيز اخبار الرياضه، عارف طبعا عصام جميل. دكتور طه اسماعيل بفضل الله العلاقه بيه جميله، وقال ما يفيد ان الموضوع ده كذا مثلا، كابتن ميم الشربيني مثلا، الناس دي كلها العلاقه جميله ومحترمه، ولكن ما تعودناش ان يتقال على غيري كويس، عايزه تتقال لي انا بس. طب اذا ما اتقالتليش ما تتقالش لحد، طب اذا اتقالت لحد بلاش فلان يتقال لحد تاني، يا اما تيجي تقولها لي انا ما تقولها ليش انا ليه، طب لما يجي وقتك هتتقال لك طالما تستاهلها. الموضوع كله بسيط، ولكن انا بقول لكل زمايلي المعلقين، انتوا اعظم معلقين في الوطن العربي، اعظم من معلق الخليج وشمال افريقيا. انا بقول لك على حاجات ناس انا معاها، ولكن مش مساله ما نخافش، يعني بقول لك اطلع اضرب في الحكم، اطلع اضرب في الاهلي ولا اضرب في الزمالك، لا، اللي انت شايفه قوله، ما تقلقش، ما تشغلش بالك، لا يصح الا الصحيح.